السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، اليوم سنتكلم حول قدرة المحرك. القدرة بشكل عام هي تعرف بكونها الشغل المنجز خلال وحدة الزمن. Is the work done in a given time؟ يعني الشغل المنجز خلال زمن معين. طبعا القدرة حالة حال بقية الكميات الفيزيائية، لها وحدات تقاس بالهورس باور، تقاس بالواط، تقاس بالكيلوغرام في متر على الثانية بالكيلو واط. هاي الوحدات هي قياس القدرة. طبعا هاي التحويلات دا تشوفوها أمامكم. بشكل عام القدرة بالمحرك لها ثلاث مصطلحات. عندنا indicated power، القدرة الحصانية، طبعا هنا مو horse power يعني power نقدر نقول زين، وعندنا brake power، وعندنا شيء يسمى friction power. نيجي على وحده وحده. الانديكيتد باور يقول از ذا باور ترانسميتد تو ذا بيستن باي ذا غاز ان ذا سلندر، يعني شنو القدره المنقوله، ترانسميتد يعني المنقوله الى المكبس، تو ذا بيستن باي ذا غاز ان ذا سلندر، بواسطه الغاز طبعا اللي المحترق داخل الاسطوانه. شلون نقدر نحسبها؟ نحسبها بالقانون التالي اللي هو الانديكيتد باور يساوي بلانك. طبعا هنا البي، هاي البي يفترض تكون سمول لتر، اللي معناتها ضغط زين، والال اللي هو طول الضربه واللي في بعض المصادر مزوره برمز اس زين، الاي هي مساحه السلندر او مساحه المكبس، تنحسب بعد ما نعرف البور الدايمتر. الان هي راح تكون عباره عن هنا معبر عنها ب، هسه لحظه خلينا نطلع البوينتر، معبر عنها ب number of working stroke per minute، يعني عدد الاشواط الشغاله بالثانيه. الشوط الشغال هو شنو؟ شوط القدره، يعني ايش كم شوط قدره يصير عندي بالثانيه. طبعا بشكل عام هذا number of working stroke نقدر نعرفه من سرعه المحرك، من الار بي ام مالته. شلون؟ في محركات عندنا رباعيه الضربات، تكلمنا عنها رباعية الضربات فور ستروك انجن، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي دورتين لعمود المرفق، تو ريفولوشن، ريفولوشن، بينما بالتو ستروك، هنا حكتبها بالتو ستروك، ايش راح يصير؟ وان ريفولوشن. معناتها شنو؟ معناتها هنا اني حتى احقق اربع اشواط، واللي هي ما يتحقق شوط قدره الا تتحقق اربع اشواط، فحتى يتحقق شوط قدره اني احتاج اربع اشواط، فحتى احقق اربع اشواط احتاج دورتين. يعني معناتها شنو؟ يعني معناتها انه كل دورتين، العفو، كل شوطين، كل تو ستروك راح يتم شنو؟ بدورة واحدة، one revolution. العفو، هنا يعني قصدي كل شوط قدرة واحد يحتاج له دورتين، لكن هنا كل شوط قدرة شنو يحتاج له؟ دورة واحدة. فهنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي إذا كان المحرك رباعي الضربات، فأني شنو؟ لازم أقسم على اثنين. ليش أقسم على اثنين؟ لأنه لنفترض المحرك يدور بسرعة 4000 RPM. RPM لنفترض زين، بهال 4000 RPM ايش كم وركينج ستروك راح يصير؟ ايش كم شوط قدرة راح يصير؟ كل دورتين راح يصير شوط قدرة، فمعناته شنو؟ معناته 2000 شوط قدرة راح يصير عندي، 2000 باور ستروك. فأنا لازم شو اسوي؟ من عندي 4000 كون اقسمها على 2 يلا اقدر احصل الوركينج ستروك. فهنا شو يقول؟ يقول اذا المحرك رباعي الضربات اقسم الار بي ام على 2، اما اذا كان ثنائي الضربات لا، فهو كل شوط كل تو ستروك يعني شلون اقول، كل شوط قدره يتم بدوره للمحرك، فما عندي مشكله زين. بقى شنو عندي؟ عندي هذا لحد هذه النقطه اللي بس اذا نمسحهن، هاي هذا القانون لحد هنا بدون الكي، هذا الانديكيتد باور او القدره النظريه وين؟ في الاسطوانه الواحده، اضربه في عدد الاسطوانات اللي هو كي،
راح يطلع لي قدرة المحرك النظرية، اللي شنو هي القدرة اللي راح تسبب لي من انفجار الغازات على سطح المكبس. هاي بعدني ما محرك المكبس، هذه القدرة يفترض بها أن تحرك لي المكبس وبالتالي تحرك لي العمود المرفق. زين، هاي القدرة النظرية هل هي كلها راح تروح العمود المرفق؟ الجواب لا، لأنه قسم من هذه القدرة راح يفقد بالاحتكاك، قسم من راح يفقد بحرارة مطرودة. فإذا احنا شنو اللي راح يوصل لي إلى عمود المرفق؟ يسمى break power، القدرة المكبحية، واللي هي تعريفها يكون the useful power، القدرة المستفادة أو القدرة اللي شلون نقول الفعالة، والتي تنشئ developed by the engine at the end of crankshaft، في عند نهاية عمود المرفق. It is less than indicated power، يعني دائما القدرة المكبحية هي أقل من القدرة البيانية، يسموها indicated power، القدرة البيانية أو النظرية. زين، ليش أقل؟ لأنه هناك احتكاك يحصل. زين، هاي القدرة المكبحية break power شلون أحسبها؟ أحتاج إلى العزم التورك. قانون مالته هو كالآتي: 2 باي ان تي على 60. هاي الان هنا بعد اني ما استخدمها، ما يعني اني هسه طلعت من السلندر، هسه رحت على عمود المرفق، فعمود المرفق ايش قد كم دوره يدور بالدقيقه هنا استخدمها، بغض النظر عن كون المحرك ثنائي او رباعي الضربات. فهنا استخدم الان كما هي بدون ما قسمها على 2، والتي هو التورك المفروض يعطيني اياه بوحدات كيلو نيوتن في متر، زين، حتى احصل كيلو واط، او يعطيني اياه بوحده نيوتن في متر حتى احصل واط، العفو كيلو نيوتن في متر احصل كيلو واط، ونيوتن متر احصل واط، اقسم على 60. زين، هنا الان اذا استخدمتها ار بي ام، يعني ريفولوشن بير مينيت، اقسم على 60 حتى احولها الى ار بي اس، ريفولوشن بير سكند، لانه هذا القانون ما يشتغل الا الان تكون بالسكند بالثانيه. زين، إذا انطاني هو رأسا RPS فعد ما يحتاج أقسم على 60. هذا بالنسبة للبريك باور. زين، نجي على فد شيء اسمه الميكانيكال إفشنسي. الميكانيكال إفشنسي هو النسبة، يقول is defined as the ratio of the brake power of the engine to the indicated power، يعني شنو؟ يعني يعرف بكونه النسبة بين القدرة المكبحية brake power أو القدرة الفرملية of the engine للمحرك الى القدرة البيانية indicated power. زين، وشنو القانون مالته؟ جدا بسيط، البريك باور على indicated power، القليل على الكثير، دائما اي كفاءة هي القليل على الكثير، هاي يسموها كفاءة ميكانيكية، اللي البارحة حشينا عليها يسموها كفاءة حرارية تختلف عن هاي. زين، بعد ما طلعت الكفاءة الميكانيكية نجي الى مصطلح اخر يعبر عنه بالفريكشن باور او قدرة الاحتكاك. شي يقول عليه؟ يقول the difference between the IP and the BP، يعني الفرق ما بين القدرة البيانية indicated power والقدرة الفرملية أو القدرة المكبحية اللي يسموها break power of an engine لمحرك. هنا شي يقول؟ يقول هاي تنشأ شنو؟ due to، يعني بسبب mechanical friction and other losses. mechanical friction الاحتكاك اللي يكون بين أجزاء المحرك أثناء العمل، والأذر لوسز هي الحرارة اللي راح تطرد إلى الخارج، هاي أيضا هو فقد يسبب فقد بالقدرة. شلون أحسب الفريكشن باور؟ عندي هاي معادلة أقدر من خلالها يعني أسوي تلاعب بحيث أحصل الشيء اللي أريده، المجهول اللي أريده. يقول الفريكشن باور يساوي الإنديكيتد باور ناقص البريك باور، أو إذا تريد تقول البريك باور هنا تكتب البريك باور، بريك باور إذا تريد تجيبها هنا تصير إشارتها موجبة، هاي تروح هنا تصير إشارتها سالبة، فشي يصير؟ الإنديكيتد باور نفسها لأنه إشارتها ما نقلناها إلى أي جهة، هنا الفريكشن باور تصير إشارتها سالبة، فريكشن باور، هاي وحدة. أو شو تريد تحسب الإنديكيتد باور؟ هي إشارتها موجبة تبقى نفسها، الفريكشن باور تساوي الفريكشن باور، هاي انقلها هنا تصير اشارتها موجبه بريك باور. فانت اي شيء تحتاجه من هالقانون تقدر تستخرجه، بس تكون انه يعني اذني اذا الفريكشن باور بالكيلووات اذني كلها لازم بالكيلووات، يعني ما يصير وحده من عتين تكون بوحدات مختلفه.
طبعا هنا هذا الشكل دي يوضح لك هذه الطاقة المخزونة بالوقود، الطاقة الكيميائية. من ينفجر الوقود مو كل الطاقة راح تتحول، يعني مو كل الطاقة الكيميائية هي راح تتحول إلى طاقة حرارية. جزء من عثر راح يتحول إلى طاقة حرارية indicated power يسموه، اللي هو على سطح المكبس. وجزء من هاي الطاقة اللي تكونت أو القدرة اللي تكونت راح يتحول إلى break power. يعني تشوف الفقد شلون ده يصير. زين، هاي البريك باور، الفرق ما بين الانديكيتد باور والبريك باور راح يسموه فريكشن باور، اللي هو الفقد قدرة الاحتكاك الناتجة من الفقد بواسطة الاحتكاك. هذا في السؤال بسيط حتى يعني نحل به فد مثال حول هذه القوانين اللي اخذناها. طبعا شو يقول هنا؟ يقول 8 سلندر يعني شنو؟ يعني طبعا نحكيها كل الجملة حتى تنفهم. 8 سلندر 4 ستروك ديزل انجن، يعني محرك ديزل رباعي الضربات 8 اسطوانات. 8 اسطوانات يعني انطاني الكي. زين، 4 سلندر شن طاني؟ دا ينطيني اشارة يقول لي يابا بقانون الانديكيتد باور الان تستخدمها لازم تقسمها على 2. ليش؟ انه هاي 4 ستروك، لو 2 ستروك ما تقسم على 2. ديزل انجين هاي هيك هاز ا بور اوف 100 مليمتر، يعني شنو؟ يعني القطر مالته 100 مليمتر. زين، انا بقانون بلانك اذا تتذكرون اكو عندي وحدات تكون يعني انا يعني مشروط بوحدات، من ضمن هذه الوحدات انه القطر او المساحه لازم عندي، يعني هو مو يقول الانديكيتد باور، يمكن ما حكينا عليه. انديكيتد باور يساوي بلانك بي ال اي ان كي على 60. هنا البي لازم بيش؟ لازم بالكيلو باسكال، والال لازم شنو؟ بالمتر، والاي بالمتر المربع لانه مساحه. زين، والان ار بي ام ريفولوشن بير مينيت، بير مينيت اكتبها حروف صغيره، ريفولوشن بير مينيت. زين، والكي هو عدد الاسطوانات، يعني ما بي وحدات. زين، هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ال مطيني اياه بيش؟ مطيني اياه مليمتر، كون حوله الى متر، اقسمه وين؟ اقسمه على الف حتى يتحول الى متر. وعندي ايضا المساحه المفروض اني احسبها بالمتر، هو مطيني القطر بالسنتيمتر، فاحول القطر الى من السنتيمتر الى متر، اقسمه على 100، احوله الى متر، وبعدين اطلعه استخرج المساحة بقانون المساحة. زين، هاي خلصنا من عندها. بعدين شي يقول؟ اذا هسه هاي كنا ناخذها بنظر الاعتبار، وهاي ناخذها بنظر الاعتبار. زين، ات 3000 RPM يعني 3000 دورة بالدقيقة، احنا قلنا هاي قسمها على 2 يصير 1500. اذا هاي رأسا شا اقول؟ ساوي 1500 بالقانون مال indicated power. زين، يقول the mean the indicated mean effective pressure، يعني الضغط الفعال، هذا البارحة شرحنا عليه mean effective pressure، شي يساوي لي؟ اللي هو نفسه راح نستخدمه هنا. شي يساوي لي؟ مطينيها جاهز 760 كيلو نيوتن على المتر المربع. هاي الوحدات جاهزة لو مو جاهزة؟ جاهزة، لأنه هو الكيلو نيوتن على المتر المربع هو نفسه كيلو باسكال. نيوتن على المتر المربع باسكال، كيلو نيوتن على المتر المربع كيلو باسكال، فما عندي بي مشكله، جاهز استخدمه. زين، ذا فريكشن باور 22 كيلو وات، ايضا مطيني اياها جاهزه. ليش؟ انه هذه الوحدات مالتها ايش راح تصير؟ كيلو وات، فاذا ما عندي مشكله. شي يريد؟ يريد الانديكيتد باور بهذا القانون، يريد البريك باور، مطيني الفريكشن باور والانديكيتد باور راح اطلعها، اقدر اطلع البريك باور، ويريد الميكانيكال افشنسي. سؤال جدا بسيط، تنتبهون فقط على الوحدات. زين، نجي القطر اللي هو البور 100 حولناه للمتر، الستروك 21 سنتيمتر حولناه للمتر، نجي نطبق تطبيق مباشر. طبعا استخرج المساحة، طبعا بعض الطلاب قد يشتبه شي يسوي، يستخدم القطر رأسا يخليه هنا مكان الاي، فيطلع الحل غلط. لازم شي يسوي؟ القطر يحسب لنا مساحة والمساحة يعوضها. فاحنا حسبنا المساحة عوضناها هنا،
بعدين جبنا هذا ال P وهذا ال L وهذه المساحة عوضناها. هاي عدد الدورات 3000 قسمناه على 2، ليش؟ لأنه 4 ستروك، لو 2 ستروك تنزل 3000 نفسها. في 8 هاي عدد السلندرات على 60. هنا فد ملحوظة لكم، ممكن ما قلت لكم إياها أو لا، هنا ال N، هاي ال N عدد الدورات يعني 1500 أو 3000، إذا منطيك إياها RPS ما يحتاج بعد قسم على 60، لأن هو منطيك إياها revolution per second وهي هيك هاي الوحدات الصحيحة. بس بما أنه عادة يعطيها RPM، هاي وحدات لازم نحولها، فالتحويل مال RPM هو تقسم على 60، فيعني قصدي إذا طاك إياها RPS ما يحتاج تقسم على 60. زين، طلعنا الانديكيتد باور بعد ما ضربنا وقسمنا وحداتها كيلو وات. طبعا الوحدات تطلع كيلو وات اذا كانت هذه الوحدات المستخدمه انت صحيحه بهالشكل هذا. ايش بقى عندي؟ يريد البريك باور. البريك باور من هالقانون اقدر استخرجها. البريك باور شو يساوي للانديكيتد باور اللي هسه حسبناها ناقصا الفريكشن باور اللي هي 22 معطات بالسؤال، يطلع الناتج فهد رقم اللي هو هذا. الميكانيكال افشنسي هي عبارة عن قسمة البريك باور على الانديكيتد باور، القدرة الفرملية او المكبحية على القدرة البيانية. نضربها في 100% حتى شنو يطلع لي الكفاءة الميكانيكية، واللي هي حتكون هنا 91.1%. زين، هسه نجي على سؤال اخر ناخذه، خلينا نشوف شنو يقول. يقول 8 سلندر 4 ستروك ديزل انجين هاز ابور 110 مليمتر اند ستروك 120 مليمتر رننج ات 4000 ار بي ام. يريد الانديكيتد باور زين، ويريد هاي الانديكيتد باور هياتها، هاي الانديكيتد باور يريدها، ويريد البريك باور، وبعد يريد هنا هو معطينا اياه الفريكشن باور، معطينا اياها. يقول يريد الميكانيكال افشنسي ايضا نفس السؤال السابق، لكن فقط الارقام تختلف. فايضا نفس الشيء، هنا الدي حول متر والال حول متر، الدي هو البور والال هو الستروك، ومن الدي طلع المساحه، لانه نحتاج المساحه. المساحه عوضناها هنا، وعوضنا بقيه الامور اللي هي معطينا اياها بالسؤال. ف طلعنا من خلال شنو البريك باور. من طلعت البريك باور واني انديكيتد باور عندي هم استخرجتها، فاطلع الكفاءه الميكانيكيه نفس السؤال السابق. لهنا عندكم سؤال، زين هسه شو يقول؟ يقول فور ستروك اس اي انجن سايكل، اللي هي شنو؟ دورات المحركات رباعيه الضربات. طبعا هاي البارحه الحكي اللي حكيناه هو نفسه هسه اليوم راح نحكي، بس اليوم كنا ما شلون بدنا نحكي حكي نظري، البارحه كنا نطبقه رياضيات. زين، فهو شو يقول؟ يقول comprises of four piston stroke to complete one operational cycle through two revolutions of the crankshaft. هذه الجمله اللي تشوفوها هاي سطر ونص، هاي كلش مهمه. هاي شو يقول؟ يقول يتضمن اربع ضربات للمكبس، اربع ضربات للمكبس، 4 piston stroke، مو اربع اسطوانات. هسه احنا عوف الاسطوانه، بدنا نحكي على اسطوانه واحده خلينا نقول. بس ايش كم ضرب هاي الرباعيه ضربات؟ دوره هاي الدوره الرباعيه الضربات ايش تشمل؟ تشمل اربع ضربات للمكبس. يعني شنو؟ المكبس صعد، العفو نزل سحب، بعدين صعد، هاي ثاني ضربه كبس، بعدين نزل صار شوط قدره، هاي ثالث ضربه، بعدين صعد صار شوط عادم، فهاي المكبس كانما صار به اربع ضربات، اذا 4 piston stroke. زين، بعض compresses يعني تحتوي. زين، وبعدش تحتوي؟ one operational cycle through operational cycle. شو اقصد بيها؟ يعني ال الدوره اللي تحتوي شوط قدره. فحتى يحقق لي شوط قدره يحتاج المكبس يتحرك لي اربع ضربات، ضربتين للاعلى وضربتين وين؟ للاسفل. زين، يحقق لي وان اوبريشنال سايكل. بس هاي الوان اوبريشنال سايكل تتحقق ايش وقت؟ خلال دورتين لعمود المرفق. يقول خلال ثرو تو ريفولوشنز اوف ذا كرانك شيفت، يعني دورتين لعمود المرفق.
فصار عندي اربع ضربات، خلينا نرمزي لها هيك اربعه ستروك زين، وصار عندي وان اوبريشنال سايكل هيك حنرمزي لها او سي، اتعاجز اكتبها كلها زين، و تو ريفوليوشنز تو هاي هيك حكتبها اختصار ريفوليوشن لل شو اسمه لعمود المرفق زين. اذني الاشواط او العمليات اللي راح تتم ايش راح يصير عندي؟ راح يصير سحب، وراح يصير عندي كومبريشن ضغط، وراح يصير عندي باور اللي هو القدره، وراح يصير عندي اكزوست اللي هو العادم. العادم البارحه هاي اذا تذكرون رسمناها بهالشكل هذا، يعني اذا رسمنا قلنا هذا شوط سحب منه راح خلينا نقول يبدي ينتهي لهنا، هاي شوط سحب بعدين يصعد شوط ضغط بعدين يصعد بثبوت الحجم اشتعال يصل الضغط الى مرحله معينه يدفع المكبس للاسفل يصير باور بعدين شنو هذا هنا يعني نهايه شوط بعدين يرجع شنو يرجع عادم. هاي هي الدوره الحراريه اللي يسموها اوتو سايكل، رباعي الضربات الدورة اوتو سايكل. طبعا الديزل راح تختلف، اكو رباعي الضربات ديزل سايكل بس بعدنا ما ماخذين، ناخذ ان شاء الله الخميس اللي هو باكر ان شاء الله زين. فذني الضربات زين. هسه خلينا نجي على هذا الرسم، هذا الرسم هو بكل المعلومات اللي تحتاجوها. شو يقول؟ يقول انتيك اللي هو السحب، اير فيول ميكستشر از درون، درون يعني يسحب، خليط من الوقود والهواء يسحب الى الداخل، درون ان يسحب الى الداخل. شنو عندي؟ يا صمام مفتوح. انتم لو تلاحظون هاي الهوسه كلها الصمامات ما تنفتح، تظل مغلقه فقط. شوط السحب عندي صمام السحب مفتوح، وشوط الضغط شوط العادم صمام العادم مفتوح، ها هي والبقيه بعد مسدوده الصمامات زين. نجي على شنو؟ شوط السحب المكبس ينتقل من النقطه الميت العليا اللي يسمى اختصار توب ديد سنتر الى النقطه هنا، خل اكتبها قدامها، من النقطه الميته العليا الى النقطه الميته السفلى البوتوم ديد سنتر زين. امسح هذني زين. يا صمام مفتوح الانتيك انتيك انتيك فالف اوبن، يفتح صمام السحب زين. بالكومبريشن بالكومبريشن شنو عندي؟ عندي المكبس راح ينتقل هنا، هاي الحالة الثانية، المكبس راح ينتقل من البوتوم ديد سنتر الى التوب ديد سنتر، والصمامات اثنيناتهم كلوزد. الانت ايش تكتب؟ تكتب انتيك انتيك اند اكزوست valves، هنا خلي اس جمع closed مغلقه زين. اذا من النقطه ينتقل البيستن ترافل، بيستن ترافل يعني المكبس ينتقل from bottom dead center to top dead center نقطه، بعدين شو تقول؟ تقول intake and exhaust valves are closed، are closed يعني مغلقه زين. نجي على شنو بعد وراها؟ نجي وراها على شوط القدره. شو تقول؟ تقول the piston travel from top dead center، نفس هاي top dead center to bottom dead center intake valve and exhaust valve is closed، نفس هاي الحاله اثنيناتهم closed. شوفوا هاي صار عندي شوط القدره. طبعا تقول انه السبارك يعني سبارك بيجن يعني تبدا الشراره، وبعدين بعد ذلك يحدث انفجار اكسبلوجن، وينتقل المكبس من النقطه الميته العليا التوب ديد سنتر تو بوتوم ديد سنتر زين. بعد ذلك ورا ما خلص شوط القدره راح ينتقل المكبس وين؟ من النقطه الميته السفلى بوتوم ديد سنتر الى النقطه الميته العليا توب ديد سنتر اللي هي هاي زين. الصمامات شنو؟ العادم مفتوح، وشوف هنا العادم اوبن مفتوح، الانتيك اللي هو السحب كلوزد، راح تطلع الغازات العادم. هنا لو تلاحظون اكو يعني خالي لكم بارتيكلز او يعني كانما شلون دقائق باللون الازرق
ودقائق باللون الأحمر، ده يبين لك أنه هذا مو هواء فقط، وإنما هذا خليط من الوقود والهواء. هو كاتب لك هنا Air Fuel Mixture، بينما بمحركات الديزل راح هنا راح تكون شنو؟ راح تكون فقط هواء. هاي فقط الفرق. شوف هنا يقول لك Power Explosion، هاي هنا خلي يعني الحكي اللي حكيناه هو بالرسم موجود كله. يقول Power Explosion Forces يعني شنو؟ قوة الانفجار، بيستن داون، تدفع البيستن الى الاسفل. طبعا هاي اختصارات يعني مو جمله كامله. زين، بيستن بوشز اوت بيرند غازز، يعني البيستن يدفع الغازات المحترقه الى الخارج. زين، هذا بالنسبه للمحرك رباعي الضربات اللي مثل ما قلنا قد يكون ديزل وقد يكون شنو؟ قد يكون يعني محرك بنزين عادي. زين، هنا طبعا هذا الحكي لسه احنا حكيناه، إذا تريد تحفظه هاي هنا كله مكتوب. The intake stroke the piston starts يبدأ at the top of the cylinder من النقطة الميتة العليا، أو تقدر تكتب هنا top dead center and moves downward تحرك إلى الأسفل. The intake valve opens allowing يعني يسمح fresh charge of mixed fuel and air، يعني يسمح إلى شحنة من الهواء والوقود الى داخل الاسطوانه، يسمح لها الدخول الى داخل الاسطوانه. هذا كل ما في شوط السحب. نجي على شوط الضغط اللي هو ممثل بهذا الرسم، هذا اول واحد. ثاني واحد اللي هو الكومبريشن، ايش راح يصير؟ يقول once reaching bottom the piston، يعني يقول في حال وصول المكبس الى الاسفل، يعني انت ما تقول الاسفل، تقول النقطه الميتة السفلى، البيستن موز باك اب، يعني يرجع مره اخرى الى الاعلى. بعدين شو تقول؟ تقول the intake valve صمام السحب closes يعني يغلق. sealing the mixture يعني شلون نقول يحصر الخليط inside the cylinder داخل السلندر. the mixture compresses making the soon to come، يعني المكستشر الخليط يضغط حتى بعد ذلك، بعد ما تنطلق الشرارة يحدث الانفجار more powerful and efficient. The mixture compresses يعني شو يريد يقول؟ يقول ضغط الخليط، يعني الخليط أنا من دخلت داخل الأسطوانة ليش مو رأسا أطلق الشرارة؟ لأنه هو الخليط إذا رأسا أطلق الشرارة ما راح يحترق بشكل كامل، بعده ما ساخن بشكل جيد، فأني من أضغطش دا حصل أنه جزيئات أقاربها درجة حرارته أرفعها، حتى من أطلق الشرارة يحدث احتراق قريب من الاحتراق التام، لان تذكرون من قلنا بالانديكيتد باور قلنا قد ما يحدث احتراق تام، وهذا ما يحدث احتراق تام ده يقلل لي من الكفاءه، فانا شو احتاج قدر الامكان اوصل الى الاحتراق التام، اضغط الغاز حتى اضرب عصفورين بحجر واحد، هم اقارب جزيئاته مع بعض، وهم يعني ارفع درجه حرارته الى المستوى اللي بمجرد اطلق الشراره راح يحترق الخليط. هذا بالنسبه لشوط القدره، العفو شوط الضغط. الباور ستروك هو يقول when the piston reaches the top of its stroke، عندما يصل المكبس الى النقطه الميتة العليا، the fuel mixture is ignited. ignited يعني شنو؟ يعني يحرق. ignite يعني يحرق. ignited يعني يحرق. ignited by the spark plug، يعني يحرق بواسطه شمعه القدح. spark plug شمعه القدح. the gasoline، الغازولين يعني هو البنزين. the gasoline charge شحنه الوقود in the cylinder explode. explode يعني تنفجر، جاي explosion انفجار، explode تنفجر. with the great power يقول the gasoline charge شحنة الوقود هاي المضغوطة من حطلق الشرارة راح تنفجر مولدة great power، يعني قدرة عالية جدا، قدرة عالية. this is the power stroke، هذا شوط القدرة، هذا الممثل بهذا الشكل، هذا رقم ثلاثة. زين، أربعة exhaust stroke يقول once the piston reaches the bottom of its stroke، يعني عندما يصل المكبس الى الاسفل عند النقطه الميتة السفلى، the piston again moves upward، يعني مره اخرى حيصعد الى الاعلى يطرد الغازات، بشرط انه يكون شنو؟ صمام السحب، عفوا صمام العادم عندي مفتوح. فشو يقول؟ يقول the exhaust valve صمام العادم، exhaust يعني عادم، open يفتح، and the burnt gases الغازات المحترقة، burnt gases يعني الغازات المحترقة are forced out تجبر للخروج إلى الخارج.
الأسطوانة، تجبر إلى خارج الأسطوانة. This is the exhaust stroke، يعني هذا هو شوط العادم. And the engine is ready to begin the cycle again. وبعد انتهاء شوط العادم راح يكون المحرك مؤهل أنه يعيد الدورة هذه من جديد، ويبدأ أيضا يسحب ويضغط ويسبب انفجار، وبعد ذلك شوط العادم. هاي بالنسبة للأشواط الأربعة الخاصة بالفور ستروك انجن. زين، بالنسبة للتو ستروك انجن، طبعا تو ستروك أيضا قلنا قد تكون يعني محركات بنزين، قد تكون محركات ديزل، لكن ثنائية الضربات مثل هاي المحركات الصغيرة مال الدراجات النارية إذا شايفها، هاي كلها محركات يسموها ثنائية الضربات. بثنائية الضربات الفرق وين يصير؟ عندنا فرقين. الفرق الأول، ثنائية الضربات نادرا ما تستعمل صمامات، تستعمل شنو؟ فتحات يسموها، شوفوا هاي هنا يسموها بورت. بورت يعني فتحة أو منفذ، منافذ. زين، ما عندي صمامات، يعني ما عندي كام شيفت وصمامات وهاي. زين، هنا شنو اختلافه عن محركات رباعية الضربات؟ بثنائية الضربات بكل ضربة للمكبس تحدث عمليتين. هناك احنا نقدر نقول شوط القدرة، نقدر نقول شوط السحب، نقدر نقول شوط العادم. ليش؟ لأن هو كل شوط يتم بضربة، العفو يعني كل عملية تتم بشوط أو تتم بضربة، لكن هنا ما أقدر أسمي شوط القدرة، يصير كأنما اسمه شوط السحب والضغط. شوف هنا فيرست ستروك، الشوط الأول أو الضربة الأولى إيش تشمل؟ تشمل سحب وضغط. فالضربة الأولى أقدر أسميها ضربة السحب والضغط، أو شوط السحب والضغط، راح يكون مدمج في شوط واحد. الضربة الثانية أو الشوط الثاني راح يكون power and exhaust، شوط القدرة والعادم. فتلاحظون شلون اختصرت كل شوطين، صارت كأنما عندي بضربة واحدة. ولهذا أنا كل ضربة لعمود، كل ضربة للبستن راح يعني كل ضربتين راح تتحقق لي شنو؟ دورة لعمود المرفق. بينما في رباعية الضربات كل أربع ضربات راح تحقق لي شنو؟ راح تحقق لي دورتين. زين، فهنا في هيك حالة ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الفيرست ستروك، ايش راح يصير؟ ذا بيستن موفز اب، المكبس راح يتحرك الى الاعلى. زين، انتيك بورت من راح يتحرك الى الاعلى، هنا هذا البورت او هذا المنفذ راح يكون مفتوح عندي، راح يسمح للشحنه بالدخول. هنا اكو مثل صمام لا رجعي، بحيث من الشحنه تدخل بعد ما تقدر تطلع. زين، فمن يصير يرتفع المكبس الى الاعلى، شوفوا هنا عندي يعني شلون نقول مجال مغلق، فراح يصير عندي تخلخل بالضغط، فالضغط الجوي برا راح يجبر الشحنه راح تدخل وين؟ الى داخل الكرينك كيس هذا. زين، وايضا بنفس الوقت احنا مو قلنا عصفورين بحجر واحد، هذا العصفور الاول دخلنا الشحنة، العصفور الثاني وين؟ يقول intake port open، هاي قلناها، and allow to cater a new charge، يسحب a new charge down the piston. العصفور الثاني شو يقول؟ يقول transfer port close، هذا راح يغلق، وبعد شنو؟ exhaust port ايضا close. وبنهاية هذه الشوط ايش راح يصير؟ راح يصير عندي ضغط، يعني هذا مو صعد، العصفور الثاني هو الضغط، احنا قلنا اول شيء intake وبعدين ضغط، صارت كلها بضربة واحدة. هاي بعدها الشرارة ما منطلقة، انطلقت الشرارة، صار اشتعال، زادت حرارة الخليط، زاد ضغطه إلى الحد اللي مكنه أنه يدفع المكبس إلى الأسفل. بنزول المكبس إلى الأسفل إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي شوط قدرة زائد إكزوز. ليش زائد إكزوز؟ لأنه بنزول المكبس هنا راح ينفتح عندي شنو؟ منفذ الإكزوز، بورت الإكزوز، إكزوز بورت يسموه. هذا منفذ السحب راح ينسد عندي، طبعا هنا مو كلش واضح، لكن الشحنة المحصورة هنا وين راح تنتقل؟ يعني قبل ما يوصل هاي النقطة، هذا بعده مفتوح، راح تنتقل وين؟ راح تنتقل عبر هذا المنفذ إلى أعلى المكبس، فراح يصير كأنما عندي هذا يسموه، هاي العملية يسموها تهوية، تهوية انتقال الشحنة من أسفل المكبس إلى أعلى المكبس. زين، يقول the piston moves down، ينزل exhaust port start to open، يبدأ يعني فتح to allow the exhaust، حتى يسمح إلى exhaust gases الغازات العادم to be out، حتى تخرج.
بعدين شي يقول ترانسفير بورت هذا ستارت تو اوبن، يبدا ينفتح زين، او هو بالاحرى لو شوفوه هنا مفتوح بس هنا مغلق، فمن راح ينزل المكبس هاي الغازات راح تنضغط كلها راح تجي وين هنا، بمجرد انه ينزل المكبس اكثر راح تنفتح راح تنتقل الى هذه المنطقه ترانسفير بورت ستارت تو اوبن تو الله ا نيو تشارج، الى هنا يعني تسمح بدخول شحنه جديده. طبعا دخول الشحنه ايضا يساعد لي على طرد غازات العادم، لكن شنو المشكله؟ المشكله جزء من هاي الشحنه ايضا راح تطلع ويا العادم، ولهذا تذكرون دكتور نصير قال لكم على هذا المكبس يكون شويه به هيك فد ديزاين معين، فد تصميم معين هنا، حتى من تدخل الشحنه لا تروح مباشره باتجاه المنفذ العادم، وانما خلي الكل ياخرها للشحنه، خليها تصعد الى الاعلى حتى لا تطلع ويا العادم، لكن هو اكو يعني تطلع جزء من العادم، لكن احنا نقول تقليل خروج الشحنه للخروج مع العادم. فتلاحظون هنا كل ضربتين كل عمليتين صارت بضربه واحده، او كل عمليتين صارت بشوط واحد. بعدين اكو نقطه، النقطه السادسه اذا المحاضرات يعني قلنا اقل استهلاك للوقود، التو ستروك يكون اعلى استهلاك للوقود. النقطه السابعه يقول ايزي ريموفال اوف اكزوست جازز، يعني بالنسبه للفور ستروك اللي تحتوي على صمام عادم يكون من اسهل، يعني ازاله غازات العادم يكون اسهل واكفى، لكن بالنسبه بالتو ستروك بما انه احنا ما عندنا صمامات عندنا منافذ، فراح يكون شويه نوع من الصعوبه او يعني طرد الغازات العادم ما راح يكون بشيء سهل. زين النقطه الثامنه يقول جود دورابيليتي، يعني شلون نقول اعتماديه جيده، بالنسبه للتو ستروك يقول بور دورابيليتي، يعني ما اقدر استخدم التو ستروك مثلا في محركات السيارات او شيء، يعني استخدمها في محركات اللي ما تحتاج جهد كبير. زين النقطة التاسعة يقول هاي ستيبلتي اوف اوبريشن، يعني شلون نقول ثباتية عالية بالتشغيل، بينما بالتو ستروك يقول لو ستيبلتي اوف اوبريشن، ثباتيتها اقل. النقطة العاشرة هاي تشينج ابيلتي اوف ار بي ام، يعني ممكن انه اغير عدد الدورات بالثانية اللي هي الار بي ام بسرعة. يقول low change ability of RPM، هنا أقول ما أقدر أغير السرعة بشكل كبير. النقطة رقم 11 يقول equipped with an independent lubrication oil circuit، يعني يقول يحتاج إلى أو مزود بآلية للتزييت، آلية مستقلة independent يعني مستقل، lubricating يعني تزييت، lubricating oil circuit يعني دورة تزييت مستقلة بالنسبة للفور ستروك. أما للتو ستروك فيقول using fuel mixture with lubricating oil، كأنما يقول راح يخلط الوقود مع الزيت، فراح شنو يعني يصير كأنما تزييت ذاتي بعد ما يحتاج fuel oil pump وغيرها. زين النقطة رقم 12 يقول little oil consumption، أقل استهلاك للزيت، بينما هنا شنو يقول much oil consumption، اكثر استهلاك للزيت. يعني شوف الزيت هنا قبل شوي حكينا على الوقود، اذا محركات رباعيه الضربات هي اقل استهلاك للزيت والوقود، بينما في ثنائيه الضربات يكون اكثر استهلاك للزيت والوقود. زين طبعا قلنا اذا ثبتنا بقيه الامور يعني. زين النقطه رقم 13 يقول not such no so much carbon deposit inside cylinder، ماكو راح يكون ما راح يكون عندي deposit، يعني شلون نقول مو مخلفات يعني بقايا او هيك شيء. زين no so much يعني اكو مخلفات او بقايا كربون لكن مو كثيره، في محركات ثنائيه الضربات راح يكون بقايا مخلفات الكربون تكون كثيره داخل السلندر. النقطة 14 يقول intake and exhaust is noiseless، يعني يقول السحب والعادم يكون ما بهن يعني ما بهن ضوضاء، noise تعرفون noise يعني ضوضاء، noiseless يعني عديم الضوضاء، أي شيء بي less آخر شيء يعني عديم، فعديم الضوضاء. But other working is noisy، يعني مثلا شوط القدرة شوط الضغط قد يكون بي نويز، لكن السحب والعادم يكون هدوء يتم بهدوء.
بال تو ستروك انتيك اند اكزوز از نويزي بات اذر وركينج از نويزلس، يعني السحب والعادم يكون شنو بها ضوضاء، لكن بقية الأشواط تكون نويزلس. زين، النقطة 15 يقول unnecessary air rightness of crank case. هاي crank case كنت تنكتب كلمة واحدة. هاي النقطة ما أعرف شو يقصد بيها. must be sealed air rightness of crank case. هاي النقطة صراحة ما أعرف شو يقصد بيها يعني. زين، النقطة 16 يعني ما مصاغة بشكل مضبوط. زين، النقطة 16 يقول normal cooling. normal cooling يعني تبريد طبيعي. هنا chances of overheating cooling يعني شنو؟ يقول هنا التبريد يكون عادي طبيعي، لكن هنا بالمحركات ثنائية الضربات يصير overheating cooling، يعني يصير شلون كأنما تبريد مو ذيك الكفاءة العالية. نقطة 17 يقول heavy and large self weight and size، يعني شنو؟ يعني كبيرة بالحجم وثقيلة بالوزن بالنسبة للمحركات رباعية الضربات. ثنائية الضربات تكون طبعا بالعكس، light يعني خفيفة، small يعني صغيرة، خفيفة يعني تقدر تقول خفيفة بالوزن وصغيرة بالحجم. زين، وهنا ثقيلة بالوزن وكبيرة بالحجم. هذا بالنسبة لهاي المقارنة. ممكن دكتور نصير قال لكم، قال لكم يعني مو إلا كلها تحفظوها، تقدرون تحفظون فالعشرة من عندها كلش كافي. هاي هنا هاي صورة اللي تبين لك التو ستروك، هاي يمكن هم شفتوها انت الصورة متحركة، تبين لك التو ستروك والفور ستروك. هذا هنا تو ستروك، زين، وهنا الفور ستروك، هاي فور ستروك. شوف لاحظ هذا الصمام دي ينفتح، تدخل الشحنة تنضغط بعدين تنتقل وهكذا، بينما هنا عندي صمامات وهاي عندي جيوب المائية، هاي جيوب المائية. زين، هنا حيقارن لك بين محركات البنزين ومحركات الديزل او المحركات اللي تعمل بدورة اوتو. لا مقصود بها دورة اوتو. زين، هي دورة اوتو تعمل البنزين، وهنا هي دورة اسمها دورة ديزل. زين، شنو الفروقات اللي بيناتها؟ هذا آخر سلايد يمكن، ولو طولت عليكم شوية. يقول air petrol mixture is sucked in the engine cylinder during suction stroke. يعني هنا شو اللي يقول لك؟ يقول لك خليط بشوط السحب. شوف هنا سما suction stroke. طبعا نفس الشيء، suction يعني سحب، وانت كم يعني سحب، فانت كيفك تسمي انتيك ستروك تسمي سكشن ستروك نفس الشيء. زين، فيقول خليط من الوقود والهواء يدخل في شوط السحب، بينما هنا شنو عندنا؟ اونلي اير، يعني فقط هواء. هاي اول فرق بالنسبه ما بين دوره اوتو ودوره ديزل. زين، الفرق الثاني يقول سبارك بلاك از يوز، سبارك بلاك يستخدم في محركات الشراره او في محركات اللي تعمل بدورة اوتو، بينما هنا شنو يستخدم؟ انجكتر او نوزل. زين، يعني شنو؟ حاقن. النقطة الثالثة power is produced by spark ignition، يعني القدرة تنشئ بسبب الاشتعال بالشرارة. spark ignition، هنا power is produced by compression ignition، اشتعال بالضغط، الاشتعال بالضغط. زين، وحكينا عليها اذا تذكرون بالمحاضرات الاولانيه. النقطه الرابعه يقول thermal efficiency up to 25%، يعني شنو؟ الكفاءه الحراريه تصل الى 25%، بينما الكفاءه الحراريه قد تصل هنا 40%. سؤال لكم على ضوء المحاضره اللي حكيناها البارحه، الكفاءه الحراريه مو قلنا تتناسب طرديا ويا من؟ تتناسب طرديا ويا يعني ويا نسبة الانضغاط. فاحنا يا هو عندنا نسبة انضغاط اعلى بالبترول بالديزل او بالاوتو، بالاوتو عندي بالديزل عندي نسبة انضغاط اعلى، ولهذا الكفاءة الحرارية ايش راح تكون؟ راح تكون اعلى. زين، النقطة الخامسة يقول occupies less space، يعني شلون نقول يشغل حجم اقل،
occupies يعني يشغل، less space يعني حجم أقل، occupies more space هنا يعني يشغل حجم أكبر، يشغل حجم أكبر. زين هنا يقول more running cost يعني كلفة التشغيل مالته عالية، هنا less running cost كلفة التشغيل مالته قليلة. بعدين شو يقول؟ يقول light in weight وزنه أخف، وهنا وزنه أعلى. يمكن أنا سألتكم هذا السؤال وجاوبتوني بوقت عليه، قلتوا إنه محركات الديزل تتضمن ضغوطات عالية، فلهذا تصنع من مواد قد تكون أثقل من المواد المصنعة في محركات البنزين، ولهذا تكون وزنها أثقل. زين fuel cost layer هنا يعني cost layer يعني هاي شلون نقول صيغة التفضيل مال cost يعني أكثر تكلفة، cost مكلف، cost layer يعني أكثر تكلفة. زين هنا fuel diesel الديزل هو أقل تكلفة، يعني هنا البنزين نوعية البنزين هنا مو نستخدم بنزين، البنزين أغلى من الديزل. زين يعني كلفة البنزين أغلى من كلفة الديزل. زين بعدين النقطة رقم 9، بترول being volatile is dangerous، يعني هنا يقول تطاير volatile يعني تطاير البترول، تطاير البنزين يكون خطر، بينما الديزل ما يكون خطر، يعني هو مو طيارة يعني ما يطير. يعني حتى من تشوف تجيب مثلا خلينا نقول فد إناء ببنزين وإناء هذا الغاز يسموه، تشوف البنزين ريحته قوية بمواد طيارة، وهاي طبعا تؤدي إلى الاشتعال يعني شلون خطرة، بينما الديزل ما بيذيج المواد الطيارة الكثيرة بحيث يكون أقل خطورة من البنزين. زين النقطة رقم 10 pre-ignition possible، طبعا الاشتعال مبكر ممكن، وها طبعا الاشتعال مبكر هو مشكلة يعني مو فتشي زين، بينما في محركات الديزل يقول pre-ignition is not possible، not possible يعني يقول يعني قليل يكون عندنا pre-ignition اللي يسموه advance، هاي سيارة دق advance هي يعني pre-ignition اشتعال مبكر يصير بيها. زين هواي أقول زين يعني. زين نقطة رقم 11 works on auto cycle، هاي تعمل على ضوء الاوتو سايكل، دورة اوتو هاي شرحناها البارحة، بينما بالديزل تعمل على دورة ديزل، ديزل سايكل. هاي ديزل اتصور كابيتال لتر لانه اسم شخص هو مخترع هاي الدورة، ديزل سايكل. زين 12 least dependable يعني اقل اعتمادية، بمحركات ديزل يكون more dependable، ولهذا انت شلون تعرف بالنسبة لمحركات المكائن الثقيلة مثل الجرارات الزراعية أو أثقل من عندها الجريدرات، البلدوزرات، الشفلات، زين المكائن الثقيلة ما يستخدمون محرك بنزين، يستخدمون محركات شنو؟ ديزل، لأنه يعني هي شلون أكثر اعتمادية وأكثر قوة ومتانة. زين النقطة الأخيرة تقول used in car and motorcycle، ممكن أن تستخدم في السيارات طبعا عادة تكون محركات رباعية الضربات، أو تستخدم في الدراجات الهوائية وتكون محركات ثنائية الضربات cars and motorcycle، لكن هي اثنين شنو؟ سواء كانت رباعية أو ثنائية الضربات هي تندرج تحت الأوتو سايكل. زين بينما محركات الديزل used in heavy duty vehicles يعني تستخدم في المركبات الثقيلة وذات الأعمال الشاقة، خلينا نقول مثل إيش؟ مثل التراكس، الشاحنات، باصز، الباصات، المكائن الثقيلة، هيفي ماشينري. طبعا هنا آخر شيء قبل ما نختم، أكو حتى يصل عندكم فد التباس من الموضوع، هنا شنو عندي؟ عندي محركات اللي هي الأوتو اللي تعمل بدورة أوتو، وعندي محركات تعمل بدورة ديزل. بدورة أوتو قد تكون ثنائية الضربات 2 ستروك إنجين، وقد تكون شنو؟ 4 ستروك إنجين. هنا أيضا قد تكون 2 ستروك إنجين، وقد تكون شنو؟ 4 ستروك إنجين. هنا إذن الاثنين شو أستخدم لهن؟ أستخدم لهن بترول بنزين يعني. إذن شو أستخدم لهن؟ أستخدم لهن ديزل.
أو يسموه غاز. زين دايزل هنا ضع الإي. زين ديزل. فيعني أنت أريد أفهمك وضعية أنه محركات ثنائية الضربات ممكن تشتغل على دورة أوتو ممكن على دورة ديزل. محركات ثنائية رباعية الضربات أيضا ممكن تشتغل على دورة أوتو وممكن تشتغل على دورة ديزل. لهنا نختم المحاضرة، وإذا عندكم أي استفسار أو سؤال أنا حاضر.